المجلس العسكري قناعتي الشخصية عمره ما هيسلم الحكم إلا إذا إحنا انتزعناها من إيديه. والناس بتتظاهر في التحرير وبتتظاهر في الميادين التانية من وجهة نظر شخصية ومن وجهة نظر الشباب الموجودين هنا دول يبقوا من أنبل وأشرف وأنظف المواطنين الموجودين في مصر، مش هم اللي هيعطلوا الشوارع. وإذا الشارع اتعطل حضرتك هتلاقي آلاف المواطنين المصريين الموجودين في الميدان دول واقفين عشان يموتوا عشان حضرتك وحضرتك 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 تعيشوا حياة كريمة مكان ما انتوا كنتوا موجودين، ترفعوا راسكم تقولوا احنا مصريين. زي ابتسامة طفل لسه قلبه معرفش النفاق، زي ابتسامة طفل لسه قلبه معرفش النفاق، كانت شبه لحظة شروق الحلم على شط الحياة، زي راحة قلبته والزمن راجع يصلحه بالطريق بعد الفراق، والزمن راجع يصلحه بالطريق بعد الفراق. تأكيد وجود بعض الملايكة كانوا عايشين وسطنا، كانت كمان زي الكمان لحظة ما صوتها بيختفى وتلاقي قلبك مش هنا، كانت حبيبتي حنينة زي الدفا في ليلة مطر مطمنة ومطمنة رغم انها حاسة ان احلامها في خطر، كانت تقول ان الميدان اقصر طريق للأمنيات والجاي أجمل من اللي فات، والحق عارف سكته معلش يا ست البنات، حيفيد بإيه عن الكلام ولا السكات، الطلقة كانت عارفة الهدف وضميرنا مات، كانت عارفة كل الأجوبة وكره السؤال، وأنا كنت أضعف منها في الامتحان، أنا كنت بجري من الرصاص لكنها لكنها كانت مذكرة تضحية وجاوبت خلاص.